بس هذا سمسم أسود، فعشان هيك فكرت إنه نعمله في برنامجي نعرف به، وكمان نعمل به خبز راح نشكله على شكل باجيت وكرات إذا بتريدوا، لأنه كمان فيه اللي طلبوا لي على شغلة الباجيت، فراح نبدأ به إن شاء الله. مش راح أحتاج هذه، عندي هون كمية من الطحين. بسم الله. فيه شومر، الشومر هو البسباس، احنا عندنا بالجزائر هو البسباس، حبات هيك مثل حبات الكمون على اكبر ولونها اخضر وطعمها كتير كتير طيب، خصوصا في الخبز وهيك شغلات. انا عملته هون مش مطحون بودرة، مطحون خشين شوية فينكه كتير الخبز. السمسم الاسود عندي خبز اللي عملته بعمل لما نحب انه حتى اللون تاع الخبز او الطحين نفسه يتغير، بحط يعني بخلطهم معاهم لما نكون نعجن فيهم، اللون تاع العجينه نفسها تتغير كانها مصنوعه بالطحين الاسمر، فانا راح اخليها باش تبقى على اللون الابيض، راح اضيف السمسم بعد ما نعجنها. راح عندي هون كمان خميره، خبز كتير سهل، سكر والملح راح نبدا نضيف فيه مع العجن. بس خلطة بسيطة، اليوم انا ما استعملتش الاداه الثانيه اللي هي لاباليت لانه ما عنديش مواد دهنيه او شيء باش نخلطها، كل شيء هون يعني ما فيهاش لا زيت ولا زبده ولا اي شيء. راح نبدا نعجن على طول. عندي 350 ملليلت ماي، بس بدي زيد لها شوي مي سخنه. وراح نبدا نعجن في نفس الوقت نضيف الماء، يعني الماء ينضاف تدريجيا ونضيف بعدين الملح، واخر شيء راح نضيف السمسم الاسود، لاني مثل ما قلت لكم مرات بعمله وبضيف السمسم هذا الاسود في الاول مع الطحين، انا بحب هيك يغير لي من اللون، مع انه ما بعمل لا طحين اسمر ولا اي نوع من انواع الطحين الثانيه على القمح او شيء، ويصبح الخبز عندي كانه فعلا حاطه فيه قمح او حاطه طحين اسمر هو بلونه، بس انا راح اخليه هيك ابيض لانه اصلا خبز ابيض بالسمسم الاسود. فراح نبدا نعجن مع اضافه المي تدريجيا، المي الدافيه هون عندي مية دافيه، وراح نضيف كميه الملح كمان، وراح تنعجن مش اقل من 10 دقائق، فلما نكفي المي راح نخليها تنعجن 10 دقائق وبعدين نشكلها قدامكم ان شاء الله. بسم الله. كمية الملح انا محددتها في الوصفة، بس لما تجو يعني لو حتى انا حاطة ملعقة كبيرة او ملعقة صغيرة بتضل شغلة الملح شغلة حسب الذوق، فيه ناس حتى اللي يحطوا بدون ملح وفيه اللي يحبوا اكثر او اقل، فانا شغلتي اني دايما بعمل حط الملح وبدوق العجينة بدها قل ولا كتير، فعملوا مثلي او يعني حطوا حسب الحاجة بتاعكم. هون نعجنت معي تقريبا شي 10 دقائق، راح ضيف السمسم الاسود، نفس السمسم هذاك اللي تعرفوه اللي يجي على ابيض او اصفر او ذهبي، هون الاسود. بسم الله. بس خلطه خفيفه. Thank you.
كمية الملح أنا محددتها في الوصفة، بس لما تجو يعني لو حتى أنا حاطة ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة بتضل شغلة الملح شغلة حسب الذوق. فيه ناس حتى اللي يحطوا بدون ملح، وفيه اللي يحبوا أكثر أو أقل. فأنا شغلتي إني دايما بعمل حط الملح وبدوق العجينة بدها قل ولا كتير، فعملوا مثلي أو يعني حطوا حسب الحاجة بتاعكم. هون انعجنت معي تقريبا شي 10 دقائق، راح اضيف السمسم الاسود، نفس السمسم هذاك اللي تعرفوه اللي يجي على ابيض او اصفر او ذهبي، هون الاسود. بسم الله، بس خلطه خفيفه. راح نشكلها، راح اعمل قدامكم 2 باجيت، ومش محتاج انا والله اليوم حطيتكم هذا، بس كثير مرات يعني بعمل الباجيت او الخبز الكبير، الخبز الباجيت الكبير كمان والله ما بستعملهم، بشكلوه بحطه على طول في الصينيه لما تكونوا عاملينه مليح وتعرفوا كيف تشكلوه، ما يحصل له يعني الشكل بتاعه ما يتغيرش. بسم الله، انا قلت لكم يمكن نحتاج طحين لما تجوا تشكلوه تحتاجوا طحين، انا هون مش محتاجه لانه الميه تاعها بالضبط مثل ما راهي في الوصفه على موقعنا فتافيد.com. فبس العجن تاعها مهم، السمسم الاسود مثل ما قلت لكم تضيفوه في الاول ولا في الاخر انتوا، يعني هاي شغله زي ما بدكم اياها. بسم الله، شايفين وانا بنزل هيك، انا لما ننزل مش بس عشان نعطيه الفورم للباجيت، بنزل الهواء هو بحاول طلعه للاطراف تاع الباجيت نفسها. وهي هي، وانا شفتوني لما لفيت العجينه مرتين وهيك يعني خبطت على العجينه كانت فيه الفتحه هذه، الفتحه هاي ضروريه تكون من تحت، يعني لما نجي نحط الباجيت نحطها على هذيك الفتحة، وإلا لو عملناها هيك وحطيناها على الخبز لما تجي تنخبز الباجيت تنفتح كلها، أو حتى لو على الجنب نفس الشيء، هون تجي عندك الباجيت تضحك. فهيك هذه الفتحة أنا راح أحطها من تحت بهالطريقة. نعمل الثانية، شايفين بجي نزل الهواء هيك بخرجه من هون. ونفس الشيء الفتحة هذيك هي اللي راح تجي من تحت، نتأكد منها
هاي راح اعملها خبزه كبيره وحدها. انا هون هذه الصواني اللي عندي تاع الباقيات دهنتهم، لما تعملوا على الصينيه العاديه طحين بكفي ما بدهنش، هون خاف بس يلزقولي او شيء، والا كمان مرات بدهن الشغله نفسها. هو المفروض نستنى لا تختمر الباقيات وهالخبزه كمان نعمل هالفتحات هيك على الباقيات، بس في حاله ما تعرفوش او تخافوا، لانه كثير لما تكون مختمره يختمر الخبز ونجي نعمل هالفتحات بننزل الخبز، فمعليش عملوها في الاول. بسم الله. او يفضل بشفره حلاقه احسن وتكون جديده طبعا وغير مستعمله، هيك تضمنوا انه راح يختمر ومش راح تنزلوه لما تجوا تعملوها قبل ما تحطوها على الفرن. بسم الله. راح احط لها شويه طحين. غطيها قطعة بلاستيك وقطعة قماش وخليها في مكان دافي لا يتضاعف الحجم تاعها، تختمر ويتضاعف الحجم تاعها، ندخلها الفرن لا تنخبز في فرن سخن كثير. إذا عندكم هذا أوكي، ما عندكمش أنا بستعمل كثير الكيس عادي. ومثل ما خبرتكم راح احطها في مكان دافي لا يتضاعف الحجم تاعها، بنخبزها في فرن مسخن 400 درجه فارنهايت، تاخذ بين 25 ل 25. وشايفين الباقيت هنا انا عاملته رقيق كثير، وحتى هي مش يعني مش راح تطول بالفرن، راح اخليها تختمر ونبدا في الوصفه الثانيه اللي هي ترافل بالفواكه المجففه. راح نشكلها، راح اعمل قدامكم 2 باجيت، ومش محتاج انا والله اليوم حطيت لكم هذا، بس كثير مرات يعني بعمل الباجيت او الخبز الكبير، الخبز الباجيت الكبير كمان والله ما بستعملهم، بشكلوه بحطه على طول في الصينيه لما تكونوا عاملينه مليح وتعرفوا كيف تشكلوه، ما يحصل له يعني الشكل تاعه ما يتغيرش. بسم الله. انا قلت لكم يمكن نحتاج طحين لما تجوا تشكلوه تحتاجوا طحين، انا هون مش محتاجه لانه الميه تاعها بالضبط مثل ما راهي في الوصفه على موقعنا فتافيت.com. فبس العجن تاعها مهم، السمسم الاسود مثل ما قلت لكم تضيفوه في الاول ولا في الاخر انتم، يعني هاي شغله زي ما بدكم اياها. بسم الله.
شايفين وانا بنزل هيك، انا لما ننزل مش بس عشان نعطيه الفورم للباجيت، بنزل الهواء هو بحاول طلعه للاطراف تاع الباجيت نفسها. وهي هي، وانا شفتوني لما لفيت العجينه مرتين وهيك يعني خبطت على العجينه، كانت فيه الفتحه هذه. الفتحه هاي ضروريه تكون من تحت، يعني لما نجي نحط الباجيت نحطها على هذيك الفتحه، والا لو عملناها هيك وحطيناها على الخبز لما تجي تنخبز الباجيت تنفتح كلها، او حتى لو على الجنب نفس الشيء، هون تجي عندك الباجيت تضحك. فهيك هذه الفتحة أنا راح أحطها من تحت بهذه الطريقة. نعمل الثانية، شايفين بجي نزل الهواء هيك بخرجه من هون. ونفس الشيء الفتحة هذيك هي اللي راح تجي من تحت، يتأكد منها. أيوة هاي راح أعملها خبزة كبيرة وحدها. انا هون هذا الصواني اللي عندي تاع الباجيت دهنتهم، لما تعملوا على الصينيه العاديه طحين بكفي ما بدهنش، هون خاف بس يلزقولي او شيء، والا كمان مرات بدهن الشغله نفسها. هو المفروض نستنى لا تختمر الباجيت وهالخبزه كمان نعمل هالفتحات هيك على الباجيت، بس في حاله ما تعرفوش او تخافوا، لانه كثير لما تكون مختمره يختمر الخبز ونجي نعمل هالفتحات بننزل الخبز، فمعليش عملوها في الاول. بسم الله. أو يفضل بشفرة حلاقة أحسن، وتكون جديدة طبعا وغير مستعملة، هيك تضمنوا أنه راح يختمر ومش راح تنزلوه لما تجوا تعملوها قبل ما تحطوها على الفرن. بسم الله. راح أحط لها شوية طحين. غطيها قطعة بلاستيك وقطعة قماش وبخليها في مكان دافي لا يتضاعف الحجم تاعها، تختمر ويتضاعف الحجم تاعها، ندخلها الفرن لا تنخبز في فرن سخن كثير. إذا عندكم هذا أوكي، ما عندكمش أنا بستعمل كثير الكيس عادي. ومثل ما خبرتكم راح احطها في مكان دافي لا يتضاعف الحجم تاعها، بنخبزها في فرن مسخن 400 درجة فارنهايت، تاخذ بين 25 ل 25. وشايفين الباجيت هنا انا عاملته رقيق كثير، وحتى هي مش يعني مش راح تطول بالفرن، راح اخليها تختمر.